الخروفه اه بغاو مساكن جاو هادو الناس والله الا مساكن. شنو بغات الخروفه اللي عندها الكرينات؟ لا مازال ما قالت لي شنو بغات، هذيك اللي بغات الكرينات مازال ما جات، عيطت لي مازال ما جات. وحسين معايا تماره دابا راه غنديروا الدلاله على ديك الخروفه. وحسين عندك الدار ماشي هي هذه اللي مولات اللي طالبه انا والله كون كانت هي تنخرج انا الدلاله بالله. بنتي زي كتوصيني مولاتي. من الله ونفتحوا من الله من فيق المحاسس تقضيها له يا الله نصروا من الله ونفتحوا من الله من فيق المحاسس خير سهلالو يا الله. يا عبد الهادم الاولي واش تبدا؟ كيفاش غادير؟ شنو غادير دابا؟ غادير ندير الارقام هاد الخرفان باش اللي دا شي بركه تبقى معروف. جينا في هاد الوقيته ديال الارقام با يوسف ياك باش تعلم الخرفان ديالك. باش نعلمهم وباش ناكدوا للمشاهدين على المصداقيه ديال الطبيب تيجي يشوف الخرفان. بمعنى راه الشيخ حمد الله مداوي عند الباكتور وكل شيء تما. الله تخممش الله تخممش اخويا اصاف ها لا هادي ما لا هادي ماشي مشكله. اي 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 عرفتي كان هرس لي الكاميرا ديالك عبد الهادي ها ديالي اوكي عقل عليك تبدا عاقل عندك عندك هذاك راه مشيت له هذا هو اللي غادي نشوف ذاك الدري صاحبي اللي قلت لك اه عندك 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 اتبدا ديال خدموك والله الا تندير هادشي وانا مرتاح اه بحالي بحالي بحال يونس اه واحد اخر هاكا بان مع الاخر ديالي السي محمد هاكا اجي يا الشريف اجي هنا هاك ها 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 الله يحفظك الله يرجع لك صافي اجي امجدي ارى التليفون ها انا نشوف نشوف هذا ها ما فيش ما فيش لا اودي الله يعطيك لا ندوزو عندو حيد ولدي تما انا الخروفه حتى هو حتى هما غدير لهم حتى هما حتى هو انتم المشاهدين عندك دابا الوليد قلنا الارقام قلنا الارقام كل واحد بالرقم ديالو كل واحد ولدي بالرقم ديالو باش من المليتي يشري شي حاجه يعرف الشيء عاقل على الرقم ديال الحولي اللي شرى هادي كواسور اجي قبدوه اجي عاقل على الارقام ديالك اجي راه ها النمره ديال سي عبد الربيع ها هو انت عندك اخويا شحال عنده شو تحتانية 17 24 صافي انا نصور هاي التحتانية ولا الفوقانية؟ لا التحتانية كتحسب 17 24 هادي دام 17 24 هادي والاخر منهم 17 الاخر منهم هو الاخر هادي راه الزاوية هادي يدي بتغمض العينين هذا هذا ولا هذا؟ لا هذاك ما عاطي الراس هذا 17 24 ها ديالي ها هو ها اتكلم هذا ديالك اه ديال اخو اه شحال النمره 17 27 ها شو هذا صور هذا الغالي واش انت غدوز على السي عبد الهادي ولا الله يرحمك ها ادينا شي اتعبد
دينا شي فهد دينا شي فهد ضروري نرتاح شويه وندير شي جلال بعد واحد بحال تما ضروري ضروري اخويا المشاهدين راه جبوا الصوت ديالك كيما محمد دار شي جلال هذه هذا هو اللي علمني ما نقدرش نتقدم قدام يشكر على الله يشكر على الله سير سير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله لا إله يا الله أنتم حياتي فإن شاهدتكم حضرات وإن حجبتم تغيب الروح عن جسدي لا إله أنت الرحيم يا الله لا غياب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي يا مربوحا هذه راه جات برافو برافو والله العظيم الله يحفظك الحمد لله شي والله فراسك واحد القضيه والله الا تلهتو ودرنا الجلاله ولكن فراسك حنا دابا في هذه البليصه هذه ما يمكنش ما نديروهاش اللهم تعالى يبارك ومن هذا المنبر تنطلب الله تبارك وتعالى كل شيء عيد في هذه الوقيته هذه فهمتيني سبحان الله مع هذه الازمات مع الشيء اللي وقع وكورونا اللي داز الله يكون في عوان كل واحد تنطلبوا من الله تبارك وتعالى الدرويش كل شيء باذن الله حتى حنا راه من الدراوش راه جينا عند باق الدرويش هو الدرويش الله تبارك وتعالى بارك الله عليكم ومشاهدينا الكرام الله يحفظكم اللي بغى هذه المجموعه هذه الله يحفظك الله يحفظك اخويا يونس خويا عبد الهادي عطيني المعلومات ديالك الاسم المجموعه شوف خلي النمره التليفون ديالك ولا النمره ديال الاخ المجموعه شوف نقول لك واحد القضيه حنا ان شاء الله راه مازال غيتبعوا معنا المشاهدين حنا كنا ذات واحده ان شاء الله تعالى مرحبا اخويا يونس نجيو في الافراح ديالكم ان شاء الله خير من 1000 ميعاد واش راه غيجا والله الا ما كاين لا اشهار ولا كذا وحنا اصلا حنا اصلا جينا باش نشريو الحولي دير عارفين المشاهدين خاصنا نديرو الجلاله ولكن شوف فهاد الدار كلشي ياهل لاحقاش مع هاد الناس شفنا منهم غير الخير فهمتيني والنمره ديالي غادي نخليها اما نخليها في شي تعليق ولا نخليها لك هكا ديري شي اسم للمجموعه داري لها اشواق واذواق اشواق واذواق 06 74 60 67 52 06 74 60 67 52 سي محمد قول النمره ديالك باش الا ما لقاونيش يقولوا لك انت سي محمد سي محمد بن دياب رئيس مجموعه المجموعه اذواق الله تبارك وتعالى يجعل هذه البشائر ديال العيد بالفراج وبقضاء الحوائج والله تبارك وتعالى يجعل هذه الدخله ديالنا عليكم بالربح والتيسير ان شاء الله تعالى عبدو ربي 06 61 23 57 06 تبارك الله عليكم السي محمد والله العظيم الى ما شاء الله ينوركم بورشناك اخويا والله العظيم الى هذه الشرف بنتو معايا في القناه والله الى هي الشرف بالله الى كامل نهار كبير هذا والله الى نهار كبير النهار هذا تندخلوا لهذ الدار وتنديروا هذا الشيء والله الى بقلبنا الى منشار الله يشافيك يا حامد الله يشافيك ويعافيك الله يشافيك ويعافيك معنا في المجموعه الله يحفظه وينجيه ويخلي له وليداته ويخلي له والديه امين امين ربك الله يخليكم كامل بركه ان شاء الله كي جاوك الحوايج ديتي ديتي راس السوق اخي عبد الهادي احسن ما كاين ديتي انت والله الا شو راه غير بالنيه والله ما عوال وداك الشيء راه هاد العائله والاحباب واش حنا راه باش يعرفوا الخوت راه حنا غير دراوش راه ربي هاد العيد هذا وشعيره دينيه خص ضروري ربي تقرب الله تبارك وتعالى شي حاجه زوينه
ان ما كاينش شي حاجه غاليه على سيدي ربي ولا سيدي يوسف. كاينه والحمد لله سنه مؤكده والله تبارك وتعالى يبلغ مقصود. وعاوتاني اذا ما كانش عنده عاوتاني خير لا شوف اللي ما كانش عنده انا تنقول انا بلاصتي راه ما عنديش والله القسم الى ربي اللي شاهد باش ولكن شوف انا هادي تنهوى انا هادشي بحال اش قلتي عجبني فهمتيني وصافي ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها ربي راه فهمتيني سيدنا ابراهيم ضحي علينا وسيدنا محمد ضحي علينا ويعني وسيدنا الله ينصره حتى هو ضحي علينا يعني بكل شيء الحمد لله فيه الخير وهذا الشيء اللي بغينا فهمتيني وقبلوا علينا حنا تنهضروا غير على الفطره والله القسم الا قلنا شي زله ولا شي كذا الله يحفظكم الله يحفظكم اخويا يوسف الله يحفظك. صالح المكتب الوطني للسلامة الصحية لونسا وكتساهم الجمعية الوطنية المربي الأغنام والماعز لانوك على الإنجاز الميداني ديالها. أنتم يا الحاوية السابعة عملية الترقيم راه فابور وإجبارية على الجميع فابور إجبارية على الجميع أي واحد خصو يرقم ورقم بحال الأصفار وحصول فيها رأس الخروف وهكذا كتضمنوا المصدر الموثوق للأضحية ديالكم وكتفادوا الغش. سي محمد خويا لقيتي؟ لا لا ديال سي عبد ديال ديال الهادي ديال الهادي ها هو لا خويا ها هادي وعبد الهادي اخويا السي محمد اخويا ما بشغل ديالك لا ما مشاش سيدي الله يرحم والديك انا عاد اسمع خليك خليك هذاك زين السي محمد هذا هو ديالك جوج هادو هذا مع الخيط هذا شد بغيتي تشوف ديال عبد الهادي لا لا هذاك زين هذا مازال ما ماشي ديالك خلينا تقول ديال عبد الهادي ماشي ديالو هذاك لا ماشي هذا لا هو اللي كنتي صورتيه في الفيديو تبارك الله الله يلا مليح تبارك الله هذا برك عرفتي يجيو الناس شفتي ما شوف داك الكحل لي با شوف داك الكحل هذاك الكحل مرباط على داك كبير هذاك راه هو كيختار عبد الهادي الاول هذا جوج كاع هذا وهذاك الكحل الثاني هادي راه مشى الى هذاك الكحل زيد على راه فهمت انت قول لنا شنو كاين الاول مزال انت قول لنا شنو كاين بقى والله الا ريقل ريقل الوليد مع السي محمد ريقل الله يرحم الوالدين كما درتي مع عبد الهادي دير لي سي زلال السي محمد درناش انا لا دابا كنا نديرو الخيتام غنديرو الخيتام عند الله هذا نخير هو دابا 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 هذا الوليد راك عارف مازال غنحتاجوهم مازال نوقفوا عليهم حنا دابا مازال ما عرفتش راسو معانا مازال هذا راه العميد هذا تبارك الله ديال ديال الاسره ديال المادي حسام والله سيدي بالله لا تنقولها بدون مناسبه تلمدوا على سيدي لا حق سيدي محمد انا تنقول امام الملك انا راه عندي 52 عام الله يكبر بكم كلكم دابا سيدي محمد هو الاستاذ ديالكم دابا هذا عنده داك الشيء مقرمل داك الشيء البلدي من جميع خرجت منه صراحه دابا تلمدوا على سيدي محمد الله يجعلها في ميزان الحسنات للجميع يجعلها صدقه جاريه هانتوما الناس المكناس الله يحفظك سيدي الله يحفظك سولوا لي في سي محمد اللي عنده شي شي مناسبه والله العظيم تبارك الله مرحبا والله الا مرحبا والله الا مرحبا الزاويه سيدي وما تنساوش المشاهدين مرحبا عليكم يا رجال كناس مشى الطريف حماكم يا اهل الكرايه يا سيدي يا سلام هذه من الحميه هذه سلام هذه سيدي قدو العلامي لا الزاوية تبارك الله دابا انا هو ما قرا ما فيخش شوف انا رزق هذا قالك دخل جا سميتو الفلاحه تكرفش للصباط الصباط قالك لا راه خير راه رزق هذا رزق الله تكون هذا راه باش عايشين شوف ملي تجي للعروبيه ما تبقاش تقول تهضر على التكرفيس كاع هذا خير هذا راه رزق هذا الحمد لله حمد الله وشكرناه يا ربي اللهم لك الحمد الله يغيث نور بارك الله على الناس دمكناس بارك الله فيك سيدي ها تنسالكم بزاف لا وهاد ودرباله والله العظيم لا تنسي بزاف لا عزيز علي هاد البلاصه راه كنت تنسي حتى العين الحناش مرحبا تعال داك الله كنت تنسي مرحبا والله الا مرحبا بكم في اي وقت انا جل انا راه تنتبعت انا الفيديوهات ديالهم بزاف انا والله الا لينا الشرف الحاج تبعت الفيديو ديالهم كلهم
قلت يمشيو للفلاحة ويخيد الجرح ديال الفلاح داك الشيء كشي طيور بقوله كلشي بيو كلشي تيديرو كنستيلاش شي عرشي اللي كان عندهم شي عرش راه مصورين عندي الفيديوهات ديالهم داكشي زوين الله عمرك حتى الحاج متبعناه بدال هذا الراعي الاول هادو الناس الاولى هادو شوف هادو الناس النيه اللي قرالو الله يحفظهم ويحميهم بركه هذا راه الاب الصديق ديالي حتى هو راه جاي ياخذ حتى حولي مدخم وكذا اللهم تعالى وفقك يا ربي امين امين يا ربي يا ربي يا ربي عندك خلي قيد هنا ديال الشيء ولي الشيء شعرك ما يدريش يقدر مع 70 ديال هو باش حيدوه 63 هذه اللي بغيتيها الحاج ان شاء الله الا بغى الله ان شاء الله هذه اللي بغى الحاج 17 63 63 مليح مليح زوميتي على خويا يوس ها هو غيصورها الحاج حتى هو تبقى عاقل عليها 19 شحال النمره التحتانيه مليح هي هذيك التحتانيه 17 63 الواليد عندك تلفت مايا لا 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 عباد الله لا 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 ولدي تحاش مع الناس لا 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 ما تحاش مع لا لا ما تحاشموش مع الله يستر تحاشموا مع الواليد ديالنا نجروا من الطرف ونزيدوا الله عمر هذا حنا تناخذوه مرتاحين والله الا تناخذوه مرتاح ولي الناس القدام ما تخافش منهم اه والله الا بصح صافي كلشي يعطيك اخي كلمه صافي اه لا صراحه حرقنا في غيبه ديال الله مراد الله يسلمك يلا هاك الفلوس 54 انا قيل كان خلي خلي باش نقلت انا تقيد 17 54 54 17 54 هي النمره ديالك يا ديال هذيك ديال الوالد لا هادي ديالي هو كاني هاد الوالد ديال الوالد ديال سليمان آه. العلاوي صافي سميتو السيد الاخر الحسين ها ها هو هادي واخ ديتي ديك اللي عندها الكرينات اه قالت لك الخروفه عيطوا لها شي ناس من هذيك بلاد الكروف علاش خروف خروف ما عندها خروف لا لا عادي دابا هذيك كيقولوا لها كيقولوا لها الحوليه حوليه لا لا الحوليه الكبيره لا الحوليه كبيره لا العجال الكبيره الحوليه لا حتى الحوليه ما تقولش كاع عاد الحسن هذيك الخروف العام العام وصافي خروفه بحال كتقول بنيه ما ضراش مازال ما جاش بحال كتقول عويتقه كاينه عويتقه كاينه الشفه كاينه بزاف ها حاج يا اه قول بسم الله واسكت لا الحاج انا بديت الثمن ماشي قدناش فلوس من ساعه انا هذاك شحال رقمنا قيدنا الاول كحال شحال قيدنا الرقم ديالو قلنا كحال ما قيدناش الرقم ديالو غالي اه ماشي ديالي لا ديال قيدناه ديال الزبا جلس هضر مع سي هضر على الكحل اللي شفت انا عندك 17 و 20 17 و 20 هذه عبد الهادي 17 24 17 33 شوف الباقي شوف دابا الكبيره والصغيره وقادد ها يا قادر البركه باش تغلب على روحك والله ولدي البركه بالله فيها الساعه بزاف هادشي والله بقات الخدام دابا 30 الف والله الا غير كيخدم دابا تعطيهم ماكله والله الا 30 معك حوايج اخرين عاود دخلنا عندك الدخله بلا ما نرجعوا بلاش الله يعطيك الصحه ما كرهناش شحال كان مضربنا مجينا لعندك لا حوايج راه ديال 60 هذوك انت سولا تكرفس انا تكرفست معاك ايوا صافي نرجع بلاش دابا طيرتي لي باك دور ولكن تراك اختاريتي مولات الكرونا اخويا اه اختاريتي مولات الكرونا اه سيدي منين ندبحهم نعطيه كرونو اه منين ندبحهم نعطيه كرونو يديرهم لواحد اخر الى عيالك جوج عيالات تعيطوا عليها من الفساد صلعت صلعت على الطلبه صلع يا سيدنا محمد سي فاس تلاح الفيديو عيط لعبد مباشره قلت له عيط له دابا الصيمه 50 ديال ماشي غير هو اللي صونا دابا لا تبعثني بالله اخو عبد الله ماشي غير هو اللي صونا راه عدد الصونا والله القسم بالله دابا راه صونا على بوط صونا عليا دابا دابا انت غادي تديهم وتشوف كيولي حنا عارفين دابا حتى انت حتى هذا وتقول القديمه تجي لعندي ادير معنا بيع ومقال راه ما قالش ما تعيطليش انت عليا ادير معنا بيع ومقال كلشي غادي يجي كلشي نادي العام راه كنا غادي نديرو بناقص راه غير السي عبد الهادي اللي زرنا والله العظيم على هذا الغلا هذا غير بناقص لا كاين شي شويه واش كاين شي غلا هذا كاين الغلا جابوا له وقت الله يكون فيه واش من غلا هذا واش الحوليه ب 50 غاليه واش حوليه غادي ديرها في داري خفيفه وتقول لي انا كرافه خير نربيها حتى انا
بالك اشوف والله القسم الا تدي واد الكنيسه واش لا قبل من العيد لا بس دوزتي اشوف بس دوزتي الحاس سيرتها بلدي ضرب سوسو صفات الله العظيم زورير انا هذه اللحوق زورير زورير انا هذه اللحوق زمان هذيك الخروف وجيت اخويا معاه الحاج ما يعرفك لا كان لا زورير ولا ماشي زورير لا والو فقط البركه ديال هاد البلاصه الكيطمع حتى ياسين يا حنا الله الا جيتو معاه تمام هضره بلا هادي لا لا غادي يدير الحل غادي يدير الحل اذا كان شي حاجه والله القصه هذيك هي المخيه هو باعالو بخمسين لا عاوتاني قال لي انا هذيك احسن منها حاضر غيتيك والله العظيم الا والله الا جات ديك المره اللي وصلت انا نشوف شريت انا قبل من المره نعم واحد السجن قال يطلب المناول كانوا بكري كيديروا المناول ديال قالك جا يا خويا على السيد قالك خذ فطر قالك جا قعد على الطاوله تفطر جا واحد قال بغيت المناول قالوا ديهم هزهم من النهار قال لك هذاك قالوا فين المناول قالوا اللي جا الفطور فطروا اللي جا المناول داهم جا الاخر مورا دا المناول هو الاخر جا يفطر زعما عاد يدير المناول جا هو الاول صدق هو دابا صدق هو فطر ما دارش المناول والزلالات غير تتقرا واش هذوك الزلالات اللي دار سيدي محمد عبد الهادي ما تقدكش معاهم 100000 فرنك لا لا حاشا 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 غير جيتي في لقيته شويه طايحه انا شوف والله انا شوف الا لا اله الا الله الا لا اله الا والله العظيم الى الله سنعطيك صفات انا كم صفاتي وتدي انا الله انت تابين خندلوها انا كاع واخا تخرج واخا تخرج الدلاله كاع ناديه ها هي ناديه هي اللي ها هي ناديه هي اللي جابت السيده اللي غتدي الخروفه اللي غادي السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم كي درتو مع الصحه ولا جينا لقينا الضرع هادو اللي بغات الخروفه بغاو مساكن جاو هادو الناس والله الا مساكن بغات الخروفه اللي عندها الكرينات لا مازال ما قالت لي شنو بغات هذيك اللي بغات الكرينات مازال ما جات عيطت لي مازال ما جات هذه وحده اخرى هي وصاه وحسين وحسين هذا برا غنديروا الدلاله على ديك حسين جاوب داك الدار ماشي هي هذه اللي مولات اللي طالبه انا والله كون كانت هي تنخرج انا الدلاله بالله لا بنتي زي كتوصيني مولاتي لسه دابا غتديني ولادك راه والله حتى المزايده هاد الدلاله هنا كلشي كاين هنا عرفتي اسمع عندك الزهر عندك الزهر عرفتي مع من تحتين هاد الجروب عندك الزهر عندك الزهر لا ما بلادي ما بغاش يتخلص الله يخليك لا لا حاشا انا هاد المره اللي قلت عطينا 50 ريال والله الا مزيان شكون والله الا مزيانك مات القران بالله والله لا تبعات راك داي حولي والله لا تبعات داي حولي بالله شوف انا لا تكرفيصا بالله شوف الله الا حياتي عمري ما ضربت الله الا درك الله الا الله الا سي كنخدم معنا والله العظيم بالله تبارك الله عليك الله الا غتبرنا بالله اجي زيت انا بسم الله بنتي الناس انا فتنوا عليا صلاتي تنصلى وما تعرفش. الله الله ثلاثة أربعة خمسة هذه 20 صافي ما زدتي صلاة على الناس. باقي دابا عندك 30 لا 70 صافي تبارك الله على السي حسين. كي جاكم الحسين. حسين والله العظيم إلا. غير النكتة والتكركير هذه شي نزاهة ياك. والله إلا غادي ننزاهة وتجلس هذا السي حسين. مرحبا. قال لك أنا ضيعت صباطي قال لك. أودير بي زوري عندنا زوري عندنا الثاني اللي عندي ديال أودير. ماركة. عاود حميو معايا. قلنا الرقم ديالك. يلا اخويا بقى دابا كلشي دابا كلشي كلشي ناضي الوليد بقى غا السي محمد السي محمد السي محمد بقى اشنو السي محمد 24 24 الحصه في ناضي ناضي صافي كلشي ناضي شريف ناضي لا دابا تنقولوا حسين ناضي انا ناضي ما يسخر انا عاوزين دابا مرات الكرينات كاع نديروا معايا بطاقه غدا كيفاش؟ تصور دابا مرات الكرينات كاع نديروا مع الناس الله يرجع الحاج هذيك راه من الفيديو الاول تسرعت لا اسمع اه حسين دابا ياك باسي وشريتي معاه
بشحال خليها لا خليها مستوره لا غير قول لي لا واش نعيروا اللحم ولا نعيروا البطانه الى اللحم راه تايل غلا والمعاش ديال 45 قال عاودوا لي المعاش ديال يقول 70 شوف ما لا الا جاب 70 نبيعوها عشقوها وليداتو عشقوها وليداتو مسني عليها ولادي كل شيء رخيص على وليداتك اللهم تعالى اجعل بعدا والله العلي العظيم راه قلنا التليفون درت له عليا قلنا جابت شي معاش زعما انا نتمع كل خوت شي حولي هذه القصه انتباه بالدار هديه انا مازال ما اختاريت صاحبتك بدات مسكينه سته يصدقوهم هاد الناس مساكن سته الخروفات داهم سبيل الله ايوا انا بغيت نختار ساعه باقاك عييت قالك حتى نهار الحد واش باي لاعيا ايوا كنتمنى عيد مبارك سعيد للجميع مسبقا ولله يخطيكم المشاهدين واللي دار شي اجر في سبيل الله سعدات هاد الناس هادو والله العظيم سعدات هادي الاستاذه ديال ادم استاذه ادم هادي ما شاء الله تلقى غير عندها الناس اللي واقيلا غتصدق عليهم مسكين لا قالك كاين مساكن كاينه عارفه دابا هي الناس اللي ما عندهمش ربما الله يجعلها في ميزان حسناتها الله يجعلها في ميزان حسناتها ها ترضع وهذه كبيره وهذه كبيره وكترضع هذا الشيء اللي كنشوف مازالها كترضع والله الا مازالها كترضع قدها قد امها وا تحياتي تبارك الله عليكم اخويا عبد الهادي المنبر تنشكركم كاملين قناه مربوحه ان شاء الله التوفيق والسداد ونيل كل مراد ان شاء الله تعالى ربي ومازال نشوفوا ان شاء الله في الساعه مبروكه ان شاء الله حداك تحياتي وشكرا على الضيافه سي حسين عندها الكرون سي حسين لا كون كانوا جاوا مالي كون دارت في الدلاله كتعرف بعدا الدلاله سي كنعرف الزياده مزايده كون خرجوا لنا والدور المزايده نصروا منها الله والفتحوا من الله من في قلبه حاج غير تقضيها له يا الله نصروا من الله والفتحوا من الله من في قلبه حاج غير سهلا له يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ضيف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على شفعنا محمد تبارك الله عليكم اللهم يسر الله يحفظكم الله يحفظكم دازم بخير وعلى خير.